رح نتعرف على طرق دعم النمو العاطفي عند الأطفال مع استشارية الطفولة المبكرة ورياض الأطفال رينا أيوب. صباح الخير رينا. يسعد كل صباحك. سنة وأنت سالمة. كل عام وأنت بخير وأنت سالمين يا رب. كل عام وأنت بخير ويسعد صباحك رينا. خلينا نحكي عن هيك المصطلح العاطفي عند النمو العاطفي عند الأطفال. شو هو؟ نوضحه قبل ما نفوت بتفاصيله. كل عام وانتم بخير والله يحمي كل هالاطفال يا رب ويخلقوا باجواء واعياد تكون كثير تزعزع ايمانهم وتخليهم بفرح دائم وسعاده دائمه. النمو العاطفي هو الاتزان والاستقرار والحب والسلام، الاستحقاق الذاتي اللي نحن لازم ندعم اطفالنا فيه لحتى هم يكونوا شخصيه متوازنه بالحياه، يتعلموا التسامح، يتعلموا الالتزام باتخاذ الامور والقرارات الصائبه، ما يكونوا متحيزين لاي طرف او لاي معتقد او لاي طريقه او اخرى مختلفه بالحياه، تكون ثقافتهم متوحده شوي، تكون عندهم هيك رواق بالافكار وبالاحتياجات اليوميه اللي هن عم بحاولوا يمارسوها مع اهاليهم. الطفل ببلش من هو ببيت تقريبا بيحتاج لعطف، بيحتاج لحنان، بيحتاج لاستقرار لحتى هو هذا الشيء يعكسه مع الايام. طبعا نحن ما فينا نحكم على اطفالنا انه هن لازم يكونوا بجو في توتر او هاي الاوضاع شويه اللي فيها نوع من الخوف او الارتباك او الملل، لازم دائما نكون ساندينهم، نكون عم نتعاطف معهم، نكون عم نحميهم، نكون عم نعطيهم الكلمه، والكلمه كثير تاثيرها قوي على الطفل لسه اكثر من الهدايا او اكثر من الدعم المادي او الدعم المعنوي اللي بيكون كثير له علاقه بالاشياء الموجوده حوالينا. فالنمو العاطفي عند الطفل بينمي شخصيه كثير بناءه، بينمي شخصيه كثير متوازنه مع الايام، يقدر يكون عنده هذا السلام اللي بينه وبين اصدقائه، بينه وبين اقرانه، لحتى يعكس هذا السلام والاستحقاق الذاتي يكون عالي عنده. نعم. يمكن اهم نقطه حكيتي فيها هو السلام، الاستقرار، التوازن عند الاطفال، ولكن اليوم عم نشوف الاهل غير متوازنين باعطاء هي العاطفه، باعطاء الاتزان إلى الأبناء. خلينا نوجه اليوم هذا الحديث أو هاي النصائح إلى الأهل. اليوم كيف هن حتى برغم الضغوطات الاقتصادية وضغوطات الحياة وضغوطات المعيشة ويعني أكيد كلنا بنحس ببعض وكلنا مضغوطين، ولكن هذا الطفل شو ذنبه أو شو ذنب إنكم أنتم تجيبوه على الدنيا هو وإخواته كتار ما تلحقوا تعطوهم هاي العاطفة؟ اليوم بدنا نحكي كيف فينا نأسس جيل صح، وبيقولوا من عمر السنة لعمر الست سنوات هون لازم تعطوه العاطفة، لازم يتأسس صح. كيف فيهم الأهل يوازنوا بين الأهل اللي هن عن جد ما بيعطوا؟ في أهل أبدا مو سائلين على العاطفة. تمام. في أهل فاتوا بمركب الحياة أو بدوامة الحياة فصار عندهم تمحور كثير بين الواقع وبين جلد النفس، يعني هن دائما عم يجلدوا نفسهم أنه هن مقصرين مع أطفالهم، لكن الواقع شاغلهم، فايتين بمتطلبات الحياة، مستلزمات، ضغوطات الحياة، عم بحاولوا ينسوا جانب كثير مهم أنه الدعم أو النمو العاطفي للطفل هو أهم من أنك أنت تقدمي له الطعام أو تقدمي له الأكل أو تقدمي له الشرب أو الهدايا اللي ممكن تكون عم نحاول نشيل من تقصيرنا شوي بإرضائهم بشوية هدايا، شوية مستلزمات. تمام. الدعم العاطفي للطفل بيحتاج أنه الأب والأم يكونوا كتير متوازنين ومواكبين الطفل من أول ما ببلش يخطي خطواته الأولى لحتى يصير بعمر 18 و19 ويصير شاب أو صبية مستقلين بحالهم، عارفين الأفكار اللي لازم هن يطرحوها للمجتمع لحتى تنعكس عليهم بطرق سليمة، بطرق محببة. دائما عم بتكون ضغوطات الحياة فيها شوية من التوتر، عم تزرع بأطفالنا نوع من الخوف، والخوف كتير عم يعمل أعراض جسدية اللي هي تحويل الواقع النفسي لأعراض جسدية، ممكن آلام، ممكن صداع، ممكن توتر، ممكن إحباط. في أطفال كتير بس يفوتوا بسن المراهقة لأنهم عم بيفتقروا الدعم المادي أو الدعم العاطفي أو عم يفتقدوا وجود الأب والأم معهم
بأوقات معينة هن بحاجتها، برعاية معينة هن بتستلزمهم، بيتطلبوها كأجساد وكعقول، كمهارات حركية، كمهارات اجتماعية، كمهارات إدراكية. أحياناً الأطفال بحاجة كتير للأهالي يكونوا معهم، يسمعون كلام، يحسوا بالأمان، يحسوا برفقتهم الحلوة بجمعتهم. عم نوصل لعمر معين مع الأطفال بنحسهم أنه هن شوي مجهدتين، عم بخافوا، والخوف كتير عم أغلب الحالات اللي عم تجينا انه اطفال عم بصير عندهم، بغض النظر عن اللي عندهم مشاكل سلوكيه يلي هي لها علاقه ممكن بالصعوبات او تاخر دراسي او كذا، هذا له ظروفه، له اسبابه، فينا نحن نعالجه. لكل فعل في رده فعل، فينا نعرف الافعال يلي وصلت لهي الردود. لكن الاطفال العاديين المتوازنين الشاطرين بعمر معين بصيروا بخافوا من الغريب، بخافوا من اي شيء جديد بالحياه. هذا الشيء بيكون سببه عدم الحوار، عدم الثقافه المتبادله بين الاهل والطفل، عدم الارتياح او السلامه اللي بيكون موجود دائما، في خوف من المستقبل، في خوف من المجهول، في خوف من الاشياء الجديده اللي بحياتنا، فبصير عندنا امراض نفسيه كثير كبيره بنتوصل بالنهايه لحتى انه نحن نعالج اطفالنا بطرق كثير يعني لها علاقه ببرامج ممكن او دكاتره. وكثير لازم نحترم دوائر الجسد يلي انا دائما بعلمهم اياها، في دوائر القلب، في دوائر الروح، في دائره العقل، في دائره الجسد. نحن اذا ما عرفنا اطفالنا انه لكل دائره حق ولكل دائره غذاء لازم نحن نغذيها كاهالي، هاي الدوائر كلها بتفتقد قيمتها، فبصير الطفل ما عنده هذا الالتزام بجسده، بصير يخاف من اي شيء فبيفتقد هذا الدعم. نعم، يعني كنا عم نسال عن يمكن الضغوطات اللي هي نحن واقعيه فعلا عم نعيشها. خبرينا اليوم الام كيف فيها تعزز هذا النمو العاطفي؟ شو النشاطات اللي ممكن تقدر تعملها يعني ما تكون مكلفه جدا، تقدر تعملها حتى بالبيت؟ تمام. النمو العاطفي ما بده ابدا هدايا، ما بده ابدا دعم، مثل ما نحن بنحكي انه هو معنوي اكثر. الافكار الشائعه انه اذا بتتركي ابنك يبكي لفتره طويله ممكن انه يتادب، اذا بتتركي ابنك اذا بتعاقبيه ممكن يصير رجل. لا ابدا، الدعم العاطفي والدعم النفسي هو بيحتاج فقط الكلام، بيحتاج الارتياح. علموا اطفالكم انه يحكوا لكم كل شيء حتى لو غلطوا، ساندوهم بغلطهم احلى ما يجي الغريب يفقف معهم بطريقه غلط ويفهموا الأمور بمنحى آخر. دائما نحن نكون مجردين من الأفكار اللي نحن زرعوها أهالينا فينا، أن الطفل ما بيغلط. الطفل إذا ما غلط لعمر معين ووقع مرة ومرتين وثلاثة ونحن كنا ساندينه، ما رح يتعلم بهاي الحياة. الدعم العاطفي هو الكلمة، الكلمة كتير تأثيرها قوي على الطفل، على الصبية، على الشاب، خصوصا بعمر المراهقة. في كتير مستلزمات لازم نحن نعلمها لأطفالنا لحتى هن يكونوا مستقرين عاطفيا. أنا علمهم أن يأكلوا أكل متوازن، يناموا نوم صحي، يتعاملوا مع العالم شوي بطرق لطيفة. أنا أكون القدوة لهم، لأنه نحن كأهالي إذا نحن كنا متذمرين دائما عم نحكي بضغوطات الحياة، دائما مو معاجبنا شيء، دائما عم نجلد هذا الواقع اللي نحن عايشين فيه، ما عم نعطيه الشكر، ما عم نعطيه الامتنان لهذا الواقع، أنه نحن الحمد لله يعني مع كل الظروف السيئة لازم نحن نشوف الجوانب المضيئة لحياتنا لحتى أطفالنا ما يتعلموا يتذمروا من الحياة. لأنه دائما بكل مرحلة بده يكون في إلى إيجابيات وسلبيات. إذا بده يشوف الأم والأقران والأصدقاء والجيران والتلفزيون وكله عم يحكي بضغوطات معينة، فالطفل ما عاد بيشوف من الحياة غير الجوانب السلبية. قد ما تقدم له عروض، قد ما تقدم له إيجابيات، بده يرجع يشوف الجانب الناقص من أي كأس موجود. أنا دائما بدي علموا الامتنان والشكر لأي شيء موجود بحياتي، اتشكر حتى الأشياء البسيطة اللي موجودة بالبيت، اتشكر الأخوات، اتشكر البيئة الحاضنة اللي حضنتني. علموا أنه الامتنان والشكر والسلام يوم ما أنا بدي أزرعه بأي مكان رح ينرد لي بطرق كتير صحيحة. حلو. رينا خلينا نحكي شيء عملي على أرض الواقع، نحن كيف فينا نتدرب وندرب أطفالنا يكون يزيدوا النمو أو يبلشوا يزرعوا النمو؟ يمكن حكينا كلمات نحن لازم نتبعها كأهل، ولكن كيف لازم نطبق على أرض الواقع النمو العاطفي؟ كيف فينا نعززه أيضا؟ تمام. فكرة الحوار بين الأهالي، أنك أنت تعطي من وقتك، بس وقت
كثير قليل، حتى لو كان يعني انا بقول لهم دائما انه عمر الاطفال هو اللي بحتم عليكي الوقت اللي انت بدك تقعدي. ما في قاعده اساسيه انه انا اقعد مع اطفالي ربع ساعه او ساعه، احيانا بيحتاج الامر منك لنقاش مفتوح، انك تضلك عم تعطي للطفل ارائك طول ما هو حابب يسمع، ضلك عم تناقشي. الطفل بس يسالك سؤال حاولي جاوبيه، ما تدفشي لبعدين بسبب ضغوط معين، بسبب شغل معين. باللحظه اللي بيسالك فيها الطفل سؤال او بتحسيه حائر بنظراته عيونه، او بتحسيه نوعا ما مرهق جسديا من لون بشرته، من تعبه، من نعسه، من اي شيء بيعكس عليك ظاهر، انت حاولي تكوني جنبه، حاولي بالكلام، اخلقي نكته، اخلقي حوار، اخلقي عشاء ظريف، اخلقي ممكن اكله بسيطه انه اعملها انا وياه، اشغله لحتى حسسه انه انا داعمتك حتى لو انت ما حكيت لي. وخصوصا بهذا العمر وبهاي الظروف اللي عم نمرق فيها شوي، عم بيكونوا الاطفال مضغوطين اكثر دراسيا بسبب الضغوطات المحيطه بالخارج اللي ما عم نقدر نامن لهم كل المستلزمات كظروف عم نمر فيها نحن. لكن دعم الطفل بالبيت، دعم الام والاب له، حوارهم المفتوح دائما. طيب فينا نحكي حوار مع الاطفال انه نحن ما فينا نجيب لك موبايل جديد، ما فينا مثلا مرق العيد نجيب لك افخم الموديلات ولا احسن الانواع، فينا نحن نحكي باي عمر فينا نبلش بهذا الحديث؟ فينا نبلش بهذا العمر. يعني دائما في مقارنات انه رفقاتي عندهم هيك اجا رفقاتي احلى او تمام. موبايل او كذا تمام. والالعاب ايضا تمام. من عمر 5 سنين نحن فينا نشوف الجانب الايجابي عند الاطفال. انا ما فيني خبره للطفل انا ما فيني اجيب لك هذا الموبايل لانه كذا، انا فيني فرجيه الاشياء الحلوه اللي موجوده عنده مشان هو يصير عنده هذا الاكتفاء الذاتي، انه انا عندي اشياء مثل ما رفقاتي عندهم اشياء. بعمر معين الاطفال ما بيميزوا بين الموبايل الفخم والموبايل العادي. صحيح. بين الثياب الحلوين والثياب العاديين، نحن اللي بنخلق هذا الشيء ونحن اللي بنخلق له شغفه للطفل، بس نحسه انه انت الاشياء اللي موجوده عندك بالبيت هي اشياء كثير ايجابيه، شوف في عندنا اشياء حلوه، نزرع له الثقه العاليه بنفسه، نحاول نعطيه الاشياء الملموسه بواقعه ويكون إلى صدى كثير كبير. نعم. لينا يعني معلومات كثير مهمة، ويمكن من أهم الأشياء هي العاطفة وتنميتها عند الأطفال لحتى يكونوا صحيا ونفسيا بالمستقبل طبيعيين مثل ما بنقول، يعني قد ما فينا ما فيهم أمراض، يكون في عندهم هي العاطفة والتعلق بالأهل وبالمقربين. خلينا نقول لك العام وأنت بألف خير وعائلتك بألف خير، وإن شاء الله نهارك حلو. كل عام وأنتم بألف خير. ينعاد عليك رينا. ينعاد عليكم. بألف خير يا رب.